هي طيبه هي حنينه زين. انا طبعا هاي امايه انا تيج امايه ما شاء الله والله العظيم اي ها ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقك ان يعني شاء الله يعني تشتغل وتساعد زوجها يعني الحمد لله وشكرا. متزوجة؟ انا طالبه لا طالبه انت بيا مرحله انا سادس احيائي احيائي اي والله زين شلون الامتحانات امتحانات جاي ادرس واشتغل شنو تتمني من الحمد لله طبيبه اسنان طبيبه اسنان أيوة انت شاطره كلش الحمد لله وشكرا اللهم صلي على محمد وآل محمد الحمد لله يعني معدلك ثمانينات تسعينات معدلي بالثمانينات ما شاء الله اي والله الحمد لله وشكرا شويه وين كاميرتي اريد اسولف وياها شويه طبعا اكو بنات يتعذرون والله انا بالبيت اشتغل صح والله انا ما عندي مجال أكيد. والله انا ما اعرف والله انا كذا انت ما داخله دروس خصوصيه ما داخله دروس خصوصيه طبعا ومعدلها بالثمانين فاللي اليوم العده طموح يشتغل ويكيد ويجاهد وينجح في مدرسته أيوة. وتشوفونها من اصعب المراحل السادس الاحيائي صحيح. انا شد على ايديك الحمد لله طبعا الحمد لله حقيقه واتمنى لك كل التوفيق.